والطلاق بسبب يدعو إليه، وإن تعدد لا يكون عيبا في الزوج ولا في الزوجة، فإن الأمر الجائز إذا بني على سببه لا يعد عيبا. فالمرأة إذا طلقت، ولو طلقت مرة أو مرتين أو ثلاثا، إذا كان ذلك بسبب دعاها إلى طلب الطلاق أو بغير سبب منها، فإن ذلك لا يعد عيبا فيها. والرجل إذا طلق ولو تكرر منه الطلاق، إذا كان ذلك بسبب، فإن ذلك لا يعد عيبا فيه. والقاعدة كما قلت أن الجائز شرعا إذا بني على سببه لا يعد فاعله معيبا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.